عندنا الشفر لما نتكلم عليه الستورم لوبين بروبلم. لو انا خدت بالي كده لو قلت لك واي محتاج ازاي تنظم واي تصدر وقلت لك واي ما بتحتاج زائد 4 واي هنا انيشال كونديشن واي بصفر تساوي ايه؟ وهنا واي في صفر داش تساوي ايه؟ مثلا وهنا مثلا واي بصفر تساوي ايه برضه؟ واي داش بصفر تساوي ايه؟ دول انيشال لو احنا شلنا دول خليناه بلاش ده خلينا واحد ولقينا واحد بقى ده اسمه ايه؟ باوند فالمعادله هنا اسمها ايه؟ باوند فاليو بروبلم دي دي بس الفرق هنا لمبه باقيه واربعه ايه الفرق بين لمبه واربعه؟ هنا المعادله دي اسمها ديفرنشال ايكويشن او باوند فاليو بروبلم دي اسمها ايجن فاليو بروبلم ايجن فاليو بروبلم ليه بقى؟ لان اللمبه هنا لها كير كتير بتاخد ايه عدد شبهين من الطريق اما هنا في واحد فما تقوليش ان هي زي دي. طيب لو انا هنا خلي بالك واي دبل داش زائد لندا واي بتساوي صفر فاهمني؟ طيب لو انت هنا لندا واي دبل داش زائد ايه؟ واي دبل داش زائد لندا واي بتساوي ايه؟ صفر. انا بقول لك انت لندا بتاخد عدد شبهين من الطريق ايه القيم اللي هي بتاخدها؟ بتاخد السالب وبتاخد الصفر وبتاخد الموجب. طب خلي بالك لندا اسمها ايه؟ اسمها ايجن فاليو طيب الحل هنا انا عشان ال ديت بجيب كلمه واي اسمها واي الحل بتاع السوليوشن بتاع النهارده دي اسمها واي اما هنا واي دبل داش لندا واي ده اهي الحل بتاعها مش واي بنسميه ايجن فاليو ايجن ايه؟ فاليو ليه بقى؟ لانه بيطلع عدد زنائي من الحلول، ليه بقى؟ هنا لندا بتساوي كام؟ بتساوي قيم سالب، جميع قيم السالب، وهنا بتساوي ايه؟ بتساوي صفر، بتساوي ايه؟ وده ده، يبقى هنا لما انا ابص للمعادله بقول دي اسمها ايجن فاليو طب عشان احلها يبقى لازم اجيب اللندا واجيب ايه؟ واجيب الايه؟ واجيب الواو. فخلي بالك هنا ايه؟ هيبقى عندك هنا مثلا لو قلت مثال ويقول لك ايه؟ هات لي الايجن فاليو والايجن فاليو للمسألة دي فبقول لك واي دبل داش زائد لندا واي بتساوي صفر واي بتساوي صفر وواي واحد بتساوي صفر المعادلة دي عشان احلها واجيب الكلام ده لندا هي دي الايجن فاليو والايجن فانكشن اللي هي ايه؟ اللي هي واي فبحلها ازاي؟ فبقول ان لندا بتساوي ثلاث قيم مش ثلاث قيم ايه ثلاث حاجات يعني موجب صفر سالب وبشتغل على واحده واحده بشتغل على واحده واحده ازاي؟ بقول لندا بتساوي صفر بس لازم ايه؟ يفتكر حاجتين في هم قبل ما نبدا لازم يبقى فاكر دول من الكتاب اللي فات واي دبل داش زائد لندا واي بتساوي صفر ايه؟ خلي اي حاجه خليها ايه؟ كيتا بتاع مثلا يبقى الحل هنا واي بتساوي سي 1 كوزاين كي اكس زائد سي 2 ساين كي واي كي اكس دي لازم تاخد بالك منها تاني حاجه واي دبل داش ناقص كي تربيع واي بتساوي صفر يبقى هنا واي بتساوي سي 1 وشاين كي اكس زائد سي 2 شاين كي اكس وممكن نقول حاجه ثانيه سي 1 اي وسي كي اكس زائد سي 2 اي وسي 1 كي اكس خلي بالك طب دي بسكتين تاني كده ودي بسكتين تاني كده دي بالطريقه اللي احنا عارفينها بتاع التحليل اللي فات فيبقى هنا الكي دي لو الدومين بتاعنا فاينايت ده فاينايت اما ده لما يكون ايه؟ انفاينايت ممكن يكون او زيرو فاينايت ممكن يكون صفر بلا نهايه او ينقص بلا نهايه ودول مهمين قوي لازم نخلي بالنا منهم المعادلتين دول دولت دي بيبقى حلها كده ودي بيبقى حلها يا اما دي يا اما دي على حسب الدومين. طب هتقول انا بعرف الدومين من ايه؟ بتعرف الدومين من ايه؟ من ايه؟ من الشروط اللي هو مديها لك. هنا من صفر لكام؟ لواحد يبقى خليها هنا. هنا لو انا لو دي هتحلها كده هتحلها كده. لو كانت ده من صفر لما لا نهايه كان هنحل ايه؟ هناخد الحل ايه؟ كده. ماشي؟ طيب خلي بالك بقى هنعمل ايه؟ هيبقى عندنا
قلنا الرقمه بتساوي عدد بدنائنا الطين اهي واهي. هنبدا باول حاجه لندن بتساوي صفر. لما لندن بتساوي صفر هيبقى عندك هنا كام؟ خلي بالك واي بتساوي صفر، لندن واي بتساوي صفر. هيبقى هنا في الحته دي واي ثلاثه لندن تلاته بتساوي صفر. طيب ماشي، طب احل دي ازاي؟ هقول لك ايه؟ احنا واي بتساوي زائد واي ثلاثه بتساوي صفر دي واحد. طب واي بتساوي كام؟ دي واحد اكس زائد اثنين. طيب هنا افضل بقى الشروط. الشروط هنا ايه؟ هنا خلي بالك من الشروط عند اكس بتساوي صفر. طب الشرط هنا كام؟ واي بصفر بتساوي صفر، يبقى هي كام؟ حط دي بصفر يبقى دي اثنين بتساوي صفر. حط اكس بتساوي واحد، لان الشرط ايه؟ واي واحد بتساوي صفر. طب بقى هنا هيبقى دي واحد ايه؟ بتساوي صفر. يبقى هنا كام؟ واي بتساوي صفر، وده ما يعتبرش حاجه. برضه ده الحل. عايز اقول لك حاجه ثانيه. هنا واي وهنا لندن. لندن هنا لها علاقه ايه؟ لو هنا لندن خلي بالك، لو لندن هنا بتساوي صفر ما تفرقش معايا. بس لندن لا بتساوي صفر. لا بتساوي صفر. الواي اللي انا جايبها بتساوي صفر. يعني الواي اللي هنا دي ما تنفعش. طيب ممكن واي لا بتساوي صفر؟ اه. ويمكن الحل بتاعنا هنا كام؟ واي برضه لا بتساوي صفر. اهي يبقى الحل ده ما ينفعش. ده ينفع. واخد بالك؟ يبقى ده ينفع، ده ما ينفعش. طب افرض ده لا بتساوي صفر، ولندا هنا والواي هنا لا بتساوي صفر، خلاص يبقى تمشي. يبقى خلي بالك قلت لندا بتساوي صفر، بس الحل يجيب ايه؟ قيمة. قيمة ما يبقاش ايه؟ ما يجيش هنا ايه؟ صفر. طب وهنا صفر، بس بده ايه؟ بده صفر، برضه ما ينفعش. خدت بالك بقى؟ يبقى هنا ايه؟ لندا لا بتساوي ايه؟ صفر. بس الحل ايه؟ ليس صفر. يمشي ولا ما يمشيش؟ يمشي. طب لندا لا تساوي صفر، بس الحل بيساوي ايه؟ صفر. يبقى الحل ما ينفعش، ما خدوش، ما تدورش عليه. طيب ركز معايا، هنا احنا خلاص حفظنا دي، او احنا ايه؟ عملناها. وانا قلت لك دي لازم ايه؟ لازم تتحفظ. طب خلي بالك، بص هاجي بقى للتانية. لندا بتساوي سالب، ماشي. طب بتساوي ناقص كي تربيع، خلي بالك بقى. يبقى هنا واي دبل داش ناقص كي تربيع، واي بتساوي صفر. اه. طب دي اي واحده من اللي احنا واخدينها، اللي انا كنت كاتبهم هنا، دي الحاله التانيه. بس دي ايه؟ الدهون بتاعنا هنا ايه؟ من صفر لكام؟ لواحد. يبقى انا هاخد الحل بتاعها كده اهو، واي بتساوي سي واحد وشويه، كي اكس زائد سي اتنين شويه كي اكس. طب هتقول لي طب هي طبق بقى باوند بوزيشن لما الاكس بتساوي صفر. هتقول لي كوشاين اهي، من حاله كوشاين اهو اهو واحد. وده من حاله الشاين اهو. طيب ده من حاله الشاين اهو. طيب خلي بالك لما الاكس بتساوي صفر الواي بكام؟ واحد. يعني دي موجوده. يبقى هنا كام؟ شان صفر كام؟ صفر اهي. شان صفر بتساوي صفر، وشان صفر بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. ركز معايا، يبقى دي واحد، يبقى هنا سي واحد بكام؟ بصفر. طب لما اكس بتساوي واحد، خلي بالك هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك سي واحد وشاين كي بس بتساوي صفر. دي هنا سي اتنين بتساوي ايه؟ هنا ايه؟ سي اتنين بتساوي شاين شاين كي بتساوي صفر، لان دي سي واحد بايه؟ بصفر. هيبقى عندك ايه دي؟ مالكش دعوه بقى بايه لما يتعوض. هتحط هنا ايه؟ الاكس بكام؟ واحد. يبقى هنا كام؟ شاين ايه؟ هنا سي 2 بتساوي شيء، في شاين ايه؟ شاين ايه بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى حاجتين مضروبين في بعض بيساوي صفر. يبقى لا اما لا اما، صح؟ لا اما ده يساوي صفر، لا اما ده يساوي صفر. طب ماشي خلاص. لا اما ده يساوي صفر، لا اما ده يساوي صفر. طيب. طب انا هنا لو انا خدت الشاين عمرها ما تساوي صفر الا عند الصفر، وهي مش عند الصفر دلوقتي. الاكس عند الكام؟ عند الواحد، يبقى دي عمرها ما تساوي صفر، يبقى غصب عني لازم ايه؟ ايوه لما يجي بقى السي اللي تساوي صفر، ايوه يبقى سي صفر ودي صفر، يبقى الحل صفر. وطالما الحل صفر يبقى ايه؟ ما ينفعش. يبقى هنا ما ينفعش وهنا ما ينفعش. ماشي؟ طيب نركز تاني، ناخد بقى الحاله الثانيه. ايه هي بقى الحاله الثالثه؟ لو كانت لندن مجمع اهي،
لو كان الفوضى موجب يعني بتساوي موجب او ايه بتساوي في تربيع يعني تربيع او غلط يبقى المعادله بتاعتك كده كده واي دبل داش زائد في تربيع واي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طب الحل التحت زي ما احنا ايه اللي هو ايه واي بتساوي سي 1 كوساين كي اكس زائد سي 2 ساين كي اكس ده اللي انت قايله. طيب هتقول لي طيب طبق الباوندري كونديشن اهي لما اكس بتساوي صفر لما اكس بتساوي صفر ايه اللي يحصل؟ هتحط اكس بصفر ساين كوساين صفر بكام؟ بواحد وساين صفر بكام؟ بصفر يبقى سي 1 بكام؟ بصفر. قال لا برضه طيب لما اكس بتساوي ايه واحد؟ خلي بالك راح بقي ايه؟ يبقى سي 2 ساين كي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى ليه ما بتساوي صفر؟ لان بتساوي صفر بس عندنا في ايه؟ اختيار. هنا ما كانش في اختيار، هنا دي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر وايه؟ وسي 2 خلاص يبقى لازم اخد السي 2 ايه؟ لازم اخد السي 2 بتساوي ايه؟ صفر لان دي عمرها ما تساوي ايه؟ اما دلوقتي انا عندي ممكن ديت ممكن دي اهي اهي ركز معايا طيب ركز كده يبقى اما يا اما ده تساوي صفر اما ده تساوي صفر طبعا مش هاخد دي. طب ليه مش هاخده؟ لان لو انا خدت ده يبقى سي 2 بتساوي صفر وسي 1 بتساوي صفر طب ما في عندي اوبشن ثاني يبقى الساين كي هي اللي بتساوي صفر. طب خلي بالك طب يبقى الكي بتساوي كام؟ اللي هو بس اهو في الحاله دي خلي بالك بقى اهو يبقى هنا ايه؟ اهي ركز كده هيبقى هنا كام؟ هيبقى هنا ايه؟ واي بتساوي سي دي راحت يبقى هنا بتساوي ايه؟ سي 2 ساين كي اكس اهي هي دي اللي بقى. طب خلي بالك لو انا حطيت الكي والان هنا بكام؟ الان دي بصفر وواحد بواحد وضرب زائد واحد وضرب زائد اثنين وانت ماشي. طب لو حطيت صفر صفر ما ينفعش لان صفر صفر وانا مش عايز احل صفر خلاص؟ طيب ركز معايا لو هنا هيدي ايه؟ بص لو انا شلت الكي وحطيت مكانها هنا الواي خلي بالك بقى بص كده سايت الواي اكس وهنا يبقى سي دي ما عنديش سي 2 هخليها سي ايه؟ سي ان وهيبقى هنا الواي ايه؟ هنخليها يسميه واي ان ليه بقى؟ لان هنا دي بتاخد ايه؟ واحد ايه؟ ثلاثة وهكذا فاهمني ولا مش فاهمني؟ يبقى ايه؟ يبقى هنا سي سي ان اهي. طب خلي بالك بقى اللي هيحصل هنا الكي بتساوي ان بار طب ماشي والكي بتساوي كام؟ الكي النقطة بتساوي كام؟ كي تربيع يبقى ماما بتساوي كي تربيع. طيب ماما دي اسمها ايه؟ هاي كيما باين. طيب يعني بتساوي كام؟ ان تربيع واي تربيع. طيب هشيل الماما زي الكي بتساوي هنا كام؟ ان بار الكي كي بتساوي ايه؟ ان بار اهي يبقى الواي دي اسمها ايه؟ اسمها اي كيو فانكشن يبقى الواي دي اسمها اي كيو فانكشن اللون اسمها اي كيو بل ثلاثة بار. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل الكلام ده بنحل هو عايز ايه؟ عايز اي مختلف واي كيو فانكشن. طيب احل ازاي؟ بقول ان اللمبه تساوي ثلاث حاجات موجب وسالب وايه؟ وصفر. ببدا بالصفر واخد السالب واخد ايه؟ الموجب واشوف اللي بيديني قيمه ايه بس الحل ما يكونش ايه؟ صفر. فاهم؟ طب التغيير اللي يحصل ايه؟ يحصل هنا مثلا ان ممكن ده يديني شروط تخلي ده مش ايه؟ مش اللي انا ممكن العب فيه بقى اخلي لك هنا واي داش مثلا هنا اغير هنا الباوندري كونديشن هي محط فلما اغير الباوندري كونديشن هنا هتبقى هنا ايه؟ بدل ايه؟ بدل ساين هتبقى كوساين. طب ولما تبقى كوساين؟ ما في مشكله بقى تانيه هنا ما انت عندك هنا ايه؟ لو هنا ايه؟ هنا لقيتها بقى ايه؟ لما اغير هنا اللي هو ايه؟ الشروط هنا هيديني مثلا سي 2 وشاين كوساين كوساين كي اكس اهي تساوي صفر يبقى لان دي تساوي صفر لان دي تساوي صفر
يبقى انا في كوزاين كي اكس بتساوي صفر، دي واحد عند الواحد هيبقى كوزاين كي بتساوي صفر. طيب يبقى الكي كام؟ في 2 دي من صفر واحد واقع على دي. شفت بقى ديت؟ شفت دي اهي. يبقى الحال لما انا اغير الايه الشروط ممكن تجيب لي ايه؟ كوزاين. طب الكوزاين ايه؟ اصفار ايه؟ اصفار الكوزاين. هنا ايه؟ دي اصفار ايه؟ الصيد، ودي اصفار ايه؟ ودي اصفار الكوزاين. طيب في حاجه ثانيه؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا الايجن فاليو والايجن فيكتور، ده ايجن فانكشن، ده لازم نخلي ده منه. في حاجه ثانيه اسمها الاقصد. أو أقصد لنا عندي دالتين اف واحد واف اثنين على فترة اي وبي، الفترة بتاعتي اي وبي. امتى اقول ان الدالتين دول ارسمهم مع بعض؟ ارسمهم دول مع بعض ارسمهم متعبين. هتقول لي اذا كان التكامل من ال A ل B F1 F2 دي اكس بيساوي صفر، في الحالة دي يبقى الاثنين ايه؟ ارسمهم. في حاجة تانية برضه تعرف لازم تكون عارف ايه هو النور. طب النور ده ايه هو ايه؟ هو التكامل من ال A ل B اهو النور، بس خلينا نركبه النور تربيع بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ تربيع يبقى ده النور بتاع التربيع. طب انت كتبت هنا تربيع ليه؟ بس عشان احط الشيء التربيع ده يبقى لازم احط جزء تحت ايه؟ على التكامل شكله مش عارف، فيبقى انا ايه؟ بخلي النور تربيع. طيب في حاجه ثانيه انت عملت مهم بيه، ايه هو؟ أنا قلت لك أنا عندي دالتين اف واحد واف اثنين. اف واحد واف اثنين لو أنا الأداة نزلت من التكامل بتاعهم اف واحد اف اثنين دي اكس بتساوي صفر، يبقى دول إيه؟ أرسمهم. كمان الشرط الثاني لو جبت النورم لكل واحد، خلي بالك النورم هنا إيه؟ النورم هنا تربيع بيساوي إيه؟ بيساوي جذر التربيع. النورم التربيع هنا بيساوي ايه؟ بيشيل الجاز. اما لو النورم بس هيساوي ايه؟ يبقى انا اجيب النورم التربيع وارجع اقوم جايب ايه؟ الجاز بتاع الكوره بتاعتي، يبقى انا جبت النورم. فاهم؟ طيب يبقى النورم هنا بتاعتي واحد بس بيساوي واحد. لو الشرط اتحقق يبقى الشرط ده اهو، والشرط ده اهو، يبقى بقول ان ايه؟ ان اف واحد ان اف اثنين بيكونوا ايه؟ أقصد إيه؟ أرسونومال. يبقى دول أرسونومال ودول إيه؟ أرسونومال. دول إيه؟ أرسونومال ودول إيه؟ أرسونومال. طيب خلي بالك بقى معايا. يبقى في تعريفين مهمين قوي. إيه هو؟ الدالتين الفترة بتاعتي لازم تكون موجودة وعارفها. لو الفترة بتاعتي موجودة والاثنين التكامل بتاعهم بيساوي صفر، بقول إن هم أرسونومال. والشرط ده موجود والنورم بتاع كل واحد فيهم بيساوي واحد، يبقى الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ ارسنال. طب حلو، لو خدنا مثال على الكلام ده، مثال على الكلام ده ازاي؟ بس خلي بالك بقى ده في المثال مش ايه؟ مش دالة واحدة، لا ده دوال، مجموعة دوال. زي مثال كده، بص يا سيدي، مثال بيقول لك ايه؟ ار ذا فانكشن اف ان اكس تساوي ساين ان اكس، خلي بالك كده ان اكس، وان بيساوي واحد من اثنين وثلاثه، خلي بالك انا عايز اسيبهم كده عشان ايه؟ ما تعرفش. يقول لي دول ايه؟ بيكونوا ايه؟ بيكونوا ارض هما هو اللي بيسال على الفترة ايه؟ ارض هما على الفترة الفترة اللي هي كام بقى؟ اللي هي ايه؟ الماكسيموم ديمون. الفترة بتاعتنا الماكسيموم ايه؟ ديمون. ده سؤال. فالسؤال ده عشان ارد عليه لازم اجيب ديت واجيب دي. لو لقيت دي بتساوي صفر
ماشي هكمل. طب لو دي متوسط ما كملش، طب لو دي متوسط اجيب النور تحت الواحد فيهم، والنور لو كان بيساوي واحد يبقى شكلهم حقيقي، اقول ان هم ايه اصل نور. لو كانوا بيساوي واحد طب ما كانش بيساوي واحد، يبقى اقول لا ده هو شخص نور. ماشي؟ طيب بص بقى اهي، نعمل ايه؟ الحل بتاع ديت اهو. انا عندي بين وفيس بتساوي صايم انيس، حلو قوي. اهو عامل ايه؟ اهو كاتب كده ونص باي لغايه، الفتره بتاعتي ونص باي لغايه، اهو كاتب ايه في ايه؟ وفيس، في ايه في ايه وفيس، اهو الاثنين ايه؟ مختلفين. ام وايه؟ وين؟ يعني ايه؟ سيبها زي سين واحد، سين واحد اكس او سين اكس. ساين ايه؟ 2 اكس. ماشي؟ بس انا هلاقي ان وين؟ وين؟ لما اجي اكمل ديت هيبقى تكمل ناقص باي الغار اهي، خلي بالك هيبقى ساين ان اكس ساين ان اكس اهي دي اكس. طب اكمل دي ازاي؟ هتقولي دي داله فرديه ودي داله فرديه، يبقى الاثنين مع بعض داله زوجيه، يبقى هنا كام؟ تكامل العدد ناقص العدد العدد يبقى 2 ايه؟ تكامل، يبقى 2 التكامل اهو من صفر للغار. طيب ان اكس ساين ام اكس اهي، خلي بالك دي اكس. طيب اكمل ده، اكمل ده ازاي؟ هتقول لي ايه قانون المجموع اللي هو الساين ساين؟ ساين ساين بيساوي ايه؟ بيساوي نص كوزين الفرق ناقص كوزين المجموع. يعني ده يساوي ايه؟ نص، هيبقى ضايع الاثنين ده اهي، هيبقى تكامل من صفر لفار كوزين، خلي بالك ان ناقص ام اكس ناقص زائد ان زائد ام اكس دي اكس اهي. لما اجي اكمل ده تكامل الكوزين هيبقى ايه؟ ساين على الزاويه، وهنا تكامل ده هيبقى ساين على الزاويه، لما اجي اعوض يطلع صفر. يبقى انا اثبتت ايه الشرط الاولاني. تعال بقى الشرط الثاني. فهمت؟ ها؟ طيب الشرط الثاني ايه هو؟ اجيب النور، بس اجيب ايه؟ اجيب تربيع، خلي بالك عشان ايه؟ ما اعملش الجذب، يبقى ناقص واي لغايه اهو، اف ان تربيع اكس، ايوه، يبقى ده هيساوي كام؟ ناقص واي لغايه اهي، ساين تربيع ان اكس، دي اكس، ايوه. طب الداله دي زوجي؟ اه زوجي. يبقى اتنين تكامل، اتنين تكامل، وصفر لغايه اهي، ساين تربيع ان اكس، دي اكس، ايوه. طب خلي بالك، هيبقى هنا كام؟ ساين تربيع دي ما اعرفش اكملها، امال اعمل ايه؟ نص الزاويه. هيبقى نص ايه؟ يبقى نص تروح على الاثنين، يبقى من صفر لفار، يبقى هنا واحد ناقص كوزين اثنين ان اكس، وايه اكس؟ والتكامل دي بساين اثنين ان اكس على ايه؟ على اثنين ايه؟ صح؟ لما اجي اعوض يطلع في الاخر فار. يعني المر تربيع بيساوي فار. طب يبقى المر بس بيساوي كام؟ خلي بالك، المر بس بيساوي كام؟ بينزل فار. ما تطلعش بيساوي واحد زي ما انا عايز. والسؤال كان ايه؟ كان بيثبت ان هو ايه؟ نزول اصل نورمال ولا لا؟ او مش اصل نورمال. طب انت إيه بقى يبقى اصل نورمال؟ لو لا اه بيساوي واحد. لو كده اهو مديه لك ده من الاول، يبقى من الاول الرد عليه ان دي مش اصل نورمال. ليه؟ لان دي ما تطلعش بيساوي ايه؟ واحد. امال لما يجي يقول لك ايه؟ طب وانت تبقى اصل نورمال؟ تقول له اذا كان اذا حطيت ده ايه؟ اف ان اكس على جذر واي. ايه؟ ستة يبقى السؤال في الاول ايه؟ بدل ما يدي لك الفانكشن دي بس يدي لك ايه؟ على جذر واي. لما تيجي تجيب ديت ده مش هيأثر معاك هنا. بس ده هيخليه كام؟ واحد. يبقى دي ارسو ايه؟ ارسو واي. فاهم ولا مش فاهم؟ بس كده. إيه؟